في حي شعبي في جنوب روما، يقف المتفرجون مفتونين أمام واجهة محل للحلويات، حيث تعرض في مناسبة عيد الفصح مجموعة من بيض الشوكولا المميز فنياً بألوان متعددة بطريقة أنيقة تضاهي أسلوب محل المجوهرات الفاخرة. وقد صنع صاحب المتجر وولتر موسكو منحوتات من بيض الشوكولا، لكن العينين تعشقانها قبل الفم، إذ إن كل منها هو بمثابة تحية لفنان اختاره الرجل. L'idea è nata 12 anni fa e 10 anni fa l'ho messa in atto. È molto semplice, una grandissima passione per l'arte e a seguire poi ho allargato il campo d'azione con la letteratura, la musica e il cinema. ويبلغ سعر بيضة من هذه المجموعة ما بين 150 و400 يورو، وقد لا يكون أكل بيضة بهذا السعر هو الاستخدام الأمثل لها، بل هي تصلح لتعرض كأي قطعة فنية أخرى. Sono un autodidatta. Avevo una galleria d'arte tanti anni fa nel 1997, ma mi occupavo di arte tribale e vendevo prevalentemente arte africana, arte del sud-est asiatico e l'arte dell'Oceania, degli aborigeni d'Australia. Poi da lì è venuta la passione per quest'altra arte un po' più eurocentrica, diciamo. في مختبره الذي يقع في الطبقة السفلية من متجره، يقدم وولتر عرضاً عن طريقة عمله، فيبدو أشبه بجراح شديد التركيز قبل أن يباشر مهمته، ويرسم بثقة في قشرة الشوكولا شقوقاً عميقة على طريقة فونتانا، الفنان الإيطالي الأرجنتيني من القرن العشرين المعروف بلوحاته الممزقة الأحادية اللون.